السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مباشرة من جيش الوداية. حملة تحرير الملك العمومي متواصلة، رجال القوات المساعدة هنا بجنبات مسجد البشير. كما كتشوفوا معنا مجموعة ديال الصنادق اللي مبقاوش هنايا، مجموعة من الأمور اللي تغيرات هنا. نتمنى من الله الخير. فكنشوفوا جولات متواصلة هنا ديال قيادة الملحقات الإدارية في بحث مستمر للقضاء على جميع الأمور العشوائية. اليوم الخميس منذ ساعات مبكرة، فكنشوفوا الكاميو الأول والكاميو الثاني بالإضافة لجوج تراكسات. انا كنهضروا على واحد المحل اللي كان ديال الخضره، يعني بواحد الطريقه اللي هي عشوائيه. اليوم نؤكد على انه حتى شي واحد ما يبقى خدام شي طريقه اللي هي عشوائيه. كنهضروا على محل يعني اللي ما كاينش في الاصل. كنشوفو هنايا رجال الامن الوطني كذلك اللي حاضرين في هاد الحملة. كنشوفو جميع الكراس اللي كانوا هنايا مشاو. كنشوفو طوابع الامور العشوائية كلها مشات. غادي نشوفو العملية اش من اتجاه غادي تشد. انا كنشوفو القيادة ديال الملحقة الإدارية، غادي نقربوكم اكثر. خليكم معنا وحنا كنتواجدو بجيش الوداية اللي ماشي اول مرة غدوز فيه الحملة. غادي نشوفو الامور شنو كاين هنا بالضبط. كما كتشوفو معنا دائما مشاهدينا الكرام، في الحملة متواصلة هنا بمشروع جيش الوداية. كنشوفو القائدة ابتسامة اللي كتواكب العملية، رفقة قيادة باقي الملحقات الإدارية، تواجد رجال الأمن الوطني وكذلك رجال القوات المساعدة. الحملة متواصلة اليوم الرابعة عشر. فكنقولوا الإخوان يلتزموا لأن هذه الأمور صافي، جميع الأمور العشوائية ما غاديش تبقى. فمنذ ساعات مبكرة من صباح يوم الخميس فالحملة متواصلة، وهذه رسالة للناس باش يحاولوا يتفاداوا أي أمر اللي هو عشوائي، نحاولوا نتفاداوا، لأن شي حاجة اللي عندها علاقة بالأمور العشوائية ما غاديش تبقى بالمرة. كما كتشوفوا واحد القضيه الاخوان، وهاد كنشوفوا هنايا الامور اللي كيتم الحجز عليها حاليا، فهي كتعلق بالامور ديال القطاني واللي كتحط على برا وكتعرق على الحركات السير ومجموعه من الامور. فالله يجازيكم بخير، نخدموا بالمحلات ديالنا، ما نخليوش شي حاجه اللي تبات على برا، شي حاجه اللي كتسائل الشارع على برا ما تبقاش، لان حتى شي حاجه ما غاديش تبقى. اي حاجه كتبقى على برا غادي تمشي، غيتم الحجز عليها او تم الاتلاف ديالها. هذا هو اللي كاين. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، مباشرة من حي الوفاق بمدينة عفوا من جيش لودايا زنقة الغبرون،
فالحملة متواصلة هنا بتواجد رجال القوات المساعدة وكذلك رجال الأمن الوطني. فنتمنى من الله الخير والتيسير. هذه رسالة يعني الناس بالصافي تهيئ راسها، لأن كنهضروا على أمور اللي جاية لبلادنا كبيرة بعيدا عن العشوائية. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، وحنا كنتواجدوا في جيش الودايا، الحملة متواصلة وتنسيق مستمر بين جميع الإخوان المتداخلين في هذه الحملة هذه. فنتمنوا من الله الخير والتيسير، وكنشوفوا انه تم القضاء على واحد العدد كبير ديال الكرارس، عدد كبير ديال الامور اللي هي عشوائي في مدينه تمارا. اكيد غنشوفوا وجهه اخرى. فنتمنوا من الله الخير والتيسير يا ربي. كما كتشوفوا التنسيق بين رجال الامن الوطني وكذلك القوات المساعده مجهودات كبيره من اجل يعني اننا نشوفوا مدينه نظيفه ان شاء الله. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، الحملة متواصلة، وفي هذه اللحظات كنشوفوا التراكسات الوجهة جديدة. فغادي نشوفوا بعد ما تمت عملية تحرير الملك العمومي مرة أخرى بجيش لودايا بتراب الملحقة الإدارية التاسعة، فغادي نشوفوا الوجهة القادمة إن شاء الله. خليكم معنا. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، فالحملة متواصلة هنا بمدينة تمارا، مجهودات كبيرة منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس. فاليوم رسالة اللي كنوجهوها دائما اللي عنده الإمكانية باش يتوكل على الله ويكرمه حال، لأنه بعيدا عن الأمور العشوائية انتهى زمن العشوائية. أما بخصوص الناس اللي في وضعية صعبة، فإن شاء الله غيتم إحداث أسواق نموذجية. أنا كما كتشوفوا شارع لودايا، رجال الأمن الوطني كذلك مجهودات كبيرة. الوجهة هنا وجهة أخرى بعد جيش لودايا، وغادي تشوفوا معنا الفيديو اللي من وراء هذا إن شاء الله الوجهة القادمة. كنعاود نأكد ناس تبارك الله ما يزيد على 10 سنين أو 15 سنة ولا أكثر، يعني اليوم جات لوقيته فين يدير بنادم واحد الميحيل ديالو في حدود 2000 درهم 3000 درهم على حسب الإمكانية ديالو. ماشي بالضرورة هنا في الجيش، ماشي بالضرورة في شارع الأدارسة. راه بنادم ملي كيلقى السلعة قليلة في واحد البلاصة راه كيقلب على البلاصة اللي فيها السلعة رخيصة وبثمن مرفق، يعني رزقك غيجي حتى لعندك. فالناس تحاول تاخذ بالأسباب بعيدا يعني على الأمور العشوائية. يعني شفنا تنبيهات، شفنا أمور اللي صراحة كاين بعض الناس اللي كنستغرب ليهم، يعني تم التنبيه ديالهم ماشي مرة ماشي جوج، يعني وكأنك يقول يعني حتى الناس يعني بكثرة ما أن كانوا كيكونوا حملات بين الفينة والأخرى، فالناس كيسحب لها يعني أشقى الأمور على ما هو عليه. لا الأمور الإخوان، الأمور كاين تغييرات كبيرة، وحنا مقبلين على كأس إفريقيا كأس العالم. نفترض غيجي عندك واحد الضيف للدار، أشنو كدير أول حاجة؟ كيكون جي عندك واحد الضيف للدار أشنو كدير؟ كتنوض تقاد وتنقي، وأمور زوينة بزاف اللي كدار. وكذلك ومثال جينا عندنا ضيوف ان شاء الله من جميع بقاع العالم، جاي امور اللي هي مهمه لبلادنا، والاكثر من هذا حتى حنا غادي ننظموا اكثر، وغادي تكون امور اللي هي مهمه، غتكون امور اللي هي مضبوطه ان شاء الله. وهذه راه نقطه مضيئه للاخوان اللي في الصالح ديالنا كاملين، والله يدير اللي فيها الخير. وكنتمنوا من الله احداث اسواق نموذجيه بالمسيره جوج بتراب الملحقه الاداريه الثامنه السونتر ديال تمارا، وان شاء الله راه ما غيكون غير الخير. وكما شفتوا معنا السوق النموذجي ديال أهل الحارة نموذج.